الآن مشاهدينا نعاول الاتصال لوزارة الداخلية عن بطولة تشالنجر للتنس، ويسعدنا الآن أن ينضم معنا عبر الهاتف العقيد خالد خياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام بوزارة الداخلية. مرحبا، صباح الخير. صباح الخير أخي عبد الله، يا هلا، يعطيكم العافية وعساكم على القوة. الله يعافيك يا رب. العقيد، يعني بودنا نحن نتكلم أكثر عن نجاح هذه البطولة، بطولة تشالنجر للتنس، وإلى أي مدى هي حققت المبتغى اللي هي تبيه؟ أكيد لله الحمد. أول شيء اسمح لي أن أشكركم على متابعتكم لهذه البطولة وتغطيتكم الصراحة الجبارة. لله الحمد، مثل ما أنت عارف هناك أسباب عديدة وكثيرة للوصول لهذه المرحلة اللي احنا وصلنا لها. أول شيء يعني ما يفوتني أن أنا يعني أقول لك أحد الأسباب الرئيسية هو سيدي معالي وزير الداخلية، هو كان الفضل الأساسي في الوصول لهذه المرحلة في بطولة مثل هذا المستوى. متابعة الدقيقة لنا، تشكيل اللجنة برئاستي وعضوية اللجان من الأخوان، ومتابعته للجنة بعملها وتواصلها بدقة، يعني وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية لنجاح مثل هذه البطولة. أيضا اجتماعاتنا مع الاتحاد رابطة المحترفين ATP والأخ والعطاء، يعني شرحنا لهم إحنا شنو نقدر نسوي، شنو الأمور عندنا، الطاقة البحرينية، الشباب البحريني، السواعد البحرينية، صراحة إن هي قادرة تنظم مثل هذه البطولة. أيضا عندنا النادي مرفقاته، عندنا مرفقات النادي من ملاعب، من مرفقات أخرى، احتياج اللاعبين لها، الجيم، حمامات السباحة، مكان الجري، مكان التمرين، المساحات الخارجية، هذه أيضا أدت إلى نجاح مثل هذه البطولة. أيضا نعم. يعني ما يفوتني أن السنة هذه التصنيف العالي اللي جانا في هذه البطولة، أعرف أنت إحنا اليوم بطولة وزارة الداخلية تشالنجر التنس 125، وهي أعلى درجة في تشالنجر. انت عارف ان تشالنجر بتلون 80 90 100 110 125، فاحنا العام الماضي نظمنا 80، يوم شافونا لله الحمد تنظيمنا ممتاز وهذه بشهادتهم، ارتقينا بالتنظيم الى 125 مره واحده بدل ان احنا نتدرج، ولله الحمد هذه باشاره الاخوان من اتحاد رابطه المحترفين ATP وايضا جميع من حضروا لهذه البطوله. البطوله اليوم حضر فيها عدد يعني كبير من اللاعبين اللي هم دون المئة. عندنا كان اللاعب الاسترالي 79 على مستوى العالم، واخر من اللاعبين الاستراليين 84 واخر 91، وسنه حظينا ايضا بلاعب الاردني عبد الله شلبايه اللي حقيقه كان مفاجاه للبطوله. صحيح، هو بطل عرب مؤخرا، كان في الكويت بطل عرب، وعطيناه الوايت كارد على اساس انه يشارك فينا ويانا في هالبطوله، ولله الحمد وصل للنهائي. اليوم راح يلعب ضد اللاعب الاسترالي، وهذا يعني فخر لنا ان اللاعب العربي يوصل لمرحله نهائيه في مثل هذه البطوله. اليوم اللاعب الاسترالي تناسق وتنافس 141 على مستوى العالم، فانا اتوقع ان اليوم راح تكون ان شاء الله البطوله او النهائي قوي وفي نديه، ويعني ان شاء الله يعني يظهر بالصوره اللي احنا نتمناها باذن الله. ايضا يعني احنا طموحنا ان شاء الله ما راح يوقف عند هذا المستوى، يعني احنا سيدي معالي وزير الداخليه يوم قعدنا وياه بعد هو طموح ان احنا نوصل اعلى من كذي، فان شاء الله باذن الله على السنه الجايه نشوف ايش نقدر نسوي، وراح نعرض على سيدي معالي وزير الداخليه شنو احنا نقدر نسوي وامكانياتنا المتوفره على اساس ان احنا نرتقي بهذه البطوله الى اعلى ان شاء الله باذن الله. باذن الله، اكيد طبعا احنا سعيدين بهذه المداخله الهاتفيه. العقيد خالد الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للامن العام بوزاره الداخليه، شكرا.